ومن هذا المنبر فريق اتحاد العاصمة وإدارة نقول لهم برافو لقبلوا طلب تاع فريق مولودية الجزائر والفريقان اتفق على تأجيل الدربي. Ben oui, c'est un acte sportif très 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 révélateur parce que ناس يديروا الشحنه هذيك نيجاتيف. حنا هي اللي الشحنه تكون بوزيتيف وي. مي كونت يساجي كيما قلت انت لانتيري دو فوتبول ناسيونال لانتيري دو لالجيري. المولوديه فا ريبريزونتي لالجيري. دونك ايزون دوموندي لو روبور دو ماتش لور فرير دو ليوسما اون فيت اكسبتي. فوالا لي زيماج كون فودري فوار ماشي هذيك تاع اللي يظلموا سون اتراك باسكو ما حبوش اون سوسيتي. نتمنوا هذا الدربي هذا اجلو حاجه مليحه نتمنوا ما على باليش انا وين تا يلعبوا لا ان شاء الله او موان نص طادي يتعمر نص الله يعطيك نص نعم سي سكي او موان الام سي ا سي لان دي بي غرو ديربي او موند ماشي سي شاك اني سون كلاسي parmi les 10 premiers les 10 meilleurs derby au monde. Tu peux pas le mettre avec l'autre. تنجم تشرب قهوه حليب بلا سكور امبوسيبل. كاين ولا كنت رجل غير ولا رجل قهوه حليب ما تحلالكش يعني تأجيل في صالح العميد خاصة بعد إقالة المدرب نبيل نغيز وشاهدنا ما حدث مع ما كاش في صالح شوف بكل صراحة نجم نهضر أخي تفضل كان ما كاش في صالح كاين كوب دافريكا ما حنا يلعبوها مولودية دوك دو سي لا غوت كي دي بوردي لو فاز هذيك شغل جات سبا نغيز إقالة نغيز نو مولودية ما حنا يلعبوا كوب دافريكا ميم لوسما إيزون لوسما سيز أبسونس دون لوغ إفيكتيف Et donc ça les arrange aussi. Ça les arrange. Ouais, bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont accepté. Ouh. Ça les arrange de part et d'autre. Mm-hmm. Après, vaut mieux, c'est vrai, comme il a dit, vaut mieux montrer cette image-là de fair play entre les joueurs, entre les équipes, que de montrer quelque chose de négatif. Non, toujours.